بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا الثالثة من محاضرات الصالون الإعلامي التي تقدمه منصة ساند الإعلامية، ومع محاضرة جديدة بعنوان صناعة المحتوى الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، يقدمها لنا المهندس عبد الله زيدان، استشاري وخبير تكنولوجيا التعليم والمعلومات. أهلا بك أستاذ عبد الله، تفضلوا بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وسعدت وشرفت بلقائكم. بارك الله في الإخوة القائمين على منصة ساند والصالون الإعلامي أكاديمية رواد الإلكترونية، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. دورة اليوم عن مهارات صناعة المحتوى الرقمي، هو شق مجموعة دورات عن المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني، ولكن اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن مهارات صناعة التسويق محتوى صناعة المحتوى الرقمي، وسنتحدث بشكل إجمالي عن 6 محاور رئيسية. المحور الأول عن أهمية التسويق بالمحتوى، ثم صناعة المحتوى النصي، ثم صناعة المحتوى المرئي، وصناعة المحتوى السمعي، وصناعة المحتوى التفاعلي التطبيقي، ثم أخيرا عن مستقبل المحتوى الرقمي. فلنبدأ على بركة الله تعالى. التسويق بالمحتوى Content Marketing هو شكل من أشكال التسويق يركز على خلق ونشر وتوزيع المحتوى إلى الجمهور المستهدف عبر الإنترنت، وعلى اختلاف غيرها من أشكال التسويق عبر الإنترنت. يعتمد تسويق المحتوى على استباق وتلبية حاجة العملاء الحاليين من المعلومات، وترتكز فكرة التسويق بالمحتوى على أن العلامة التجارية يجب أن تعطي شيئا ذا قيمة للحصول على شيء ذو قيمة في المقابل، وبدلا من الإعلانات التجارية يكون عرضا، وبدلا من اللافتة الإعلانية يكون مقالا. يعني مبدئيا مسألة الإعلانات التجارية الموجودة على الطرق وعلى التلفاز أو على المنصات، فمسألة التسويق بالمحتوى الآن أصبح من بدلا من الإعلانات التجارية أصبحت عرضا تجاريا، وبدلا من اللافتة الإعلانية مقال تسويقي. يعني كيف أسوق لشيء معين أو فكرة معينة عن طريق مقال، عن طريق صورة، عن طريق فيديو، عن طريق موقع إلكتروني أو تطبيق هاتفي أو غير ذلك. عندما تسعى الشركات لتسويق المحتوى يجب أن يكون التركيز الرئيسي على احتياجات العملاء المحتملين. بمجرد تحديد حاجة العميل يمكن عرض المعلومات في مجموعة متنوعة من أشكال وصيغ مختلفة، بما في ذلك الأخبار والفيديو والكتب الإلكترونية والرسوم البيانية ونشرات البريد وهكذا. خاصة مسألة الأخبار الآن أصبحت وسيلة لتسويق فكرة محددة أو فكرة معينة نريد إيصالها، فنصبح أو نصيغها بصيغة صيغة إخبارية، نستطيع أن نسوق ما نريده عن طريق الخبر. استخدمت عبارة التسويق بالمحتوى في وقت مبكر عام 1996 عندما قاد جون أوبيدال اجتماع مائدة مستديرة للصحفيين في الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف، وبحلول 2014 نشرت مجلة فوربس عن 7 طرق مفضلة للشركات لاستخدام تسويق المحتوى. في ذلك
يشير الكاتب إلى أنه قد ارتفع استخدام تسويق المحتوى عبر الشركات من 60% إلى 93%. طبعا هذا الجزء هو جزء نظري، وبإذن الله هنفتح بعد أثناء عرض الشرائح بعض الأدوات والمواقع التي تساعد جدا في صناعة محتوى جيد واحترافي نستطيع إيصال فكرنا وأفكارنا من خلالها وبأساليب مبسطة وممتازة بدلا من العمل بشكل عشوائي. أهداف التسويق بالمحتوى هو جذب الانتباه واكتساب عملاء محتملين، توسيع قاعدة العملاء، توليد أو زيادة الانتشار عبر الإنترنت، زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو مصداقيتها، إشراك مجتمع إلكتروني من المستخدمين. ممكن قد يسألني أحد بخصوص مسألة العلامة التجارية، أنت بتتحدث الآن بشكل تجاري أم بشكل نشر فكري أو دعوي أو علمي؟ إن لم نطابق معايير الجودة التي وضعت من أجل التسويق التجاري يجب أن نطابقها مطابقة في التسويق الفكري، تسويق الأفكار، تسويق المنهج، تسويق الدعوي. فيجب أن نطابق المعايير من التجاري إلى الدعوي مثلا أو الفكري، ومع طبعا تغيير جوهر المحتوى، ولكن كمعايير وكمحاور نطابق هذا على ذلك. فمثلا نبدأ بصناعة المحتوى النصي. هناك معايير لكتابة البوست التسويقي. أنا عندي منصة على السوشيال ميديا، وحضراتكم جميعا ما شاء الله أكيد عندكم أفكار وثقافة معينة تحب إيصالها للمجتمع، تحب توعية المجتمع، ولكن الفارق هنا أن بدلا من أن نعمل بشكل عشوائي سنعمل بشكل أكثر احترافية وأكثر رزانة وأكثر إنتاجا مما يؤدي أو يحقق الهدف المرجو. فمثلا عندنا أول شيء المحتوى النصي نفسه، كتابة البوست أو التغريدة أو كذا، يجب أن يكون متوافق مع معايير كل منصة، كل منصة لها معاييرها الخاصة، أن يكون واضح ومركز ومحدد الهدف، يحتوي على هاشتاج. استخدام الهاشتاجات مهمة جدا وسنفرد لها جزء من حوارنا. يحتوي على رابط، يحتوي على تواصل سريع مع الشخص نفسه. أنا عندي مادة معينة، عندي مشروع فكري دعوي أريد أن أصل به إلى المجتمع، إذن أضع هذه المعايير نصب عيني. أكون أولا أحدد أنا على أي منصة وما هي معاييرها، ثانيا أكون مركز ومحدد الهدف بدون إطناب وبدون يعني كلام دش كثير، يعني يحتوي على هاشتاج، نستخدم الهاشتاجات المطلوبة أو الأكثر تفاعلا، ويكون هناك رابط ويكون هناك تواصل سريع للسؤال أو الاستفسار عن هذه المسألة. مثلا عندنا لو بوست مثلا عندي مشروع أريد أن أدشنه، فأضع بشكل محدد ما هو المشروع، تعريف له، استخدم الأيقونات والإيموشنز المعبرة، استخدم هاشتاجات معبرة، أو مثلا في رمضان نستخدم أو نواكب الحدث، يكون هناك رابط للمشروع، هناك تواصل سريع واتساب أو ماسنجر أو كذا أو كذا. طيب أما المنشور الإخباري يختلف عن المنشور التعريفي بأنه يجب أن يجيب على 5 أسئلة: من، أين، ماذا، متى، لماذا. من تعبر عن الشخصية أو الشخصيات التي صنعت الخبر أو محور الخبر. أين تبين مكانة الساحة التي وقع فيها الحدث. ماذا تسأل عن الشيء الذي حدث. متى ذلك لبيان وقت حدوث الواقعة أو الخبر. لماذا توضح كيفية وقوع الحدث وملابساته وظروفه. إن أجبت في البوست الخبري عن 5 أسئلة بهذا تكون صنعت محتوى إخباري جيد. لذلك يقول عند صياغة الخبر
يختار المحرر أهم هذه العناصر طبقا لاهتمامات القراء ليقدمه أولا، ثم يوالي سرد باقي العناصر، ويعرف هذا بالأسلوب الهرم المقلوب، يعني الذروة بيانات أقل أهمية، مقدمة التفاصيل. إن هناك شريحة عريضة جدا من مستخدمي السوشيال ميديا ليس لديهم الوقت الكافي لقراءة بوست طويل أو خبر طويل، أنا أريد الخلاصة، أريد الأهم، فأعطيه الأهم في أول سطر، أول سطر يقرأه يعرف الخبر فيه ماذا حدث، وبالتالي أبدأ أقل أهمية ثم أسرد التفاصيل لمحبي التفاصيل. طيب نبدأ في أدوات صناعة محتوى بشكل عملي. هناك بعض الأدوات بتساعدنا في صياغة وصناعة المحتوى بشكل تلقائي به ذكاء اصطناعي، تحسن من شكل المحتوى نفسه. فمثلا عندنا بعض هذه المحتويات نستعرضها بشكل عملي. عندنا أداة اسمها writer.me. writer.me هنا تستطيع أن تحدد اللغة والهدف الخاص بك، وأين ستستخدم المحتوى، إن كان بلوج، موقع، أو براند نيم، أو بيزنس، أو إيميل، فيسبوك، تويتر، لينكد إن، جوجل سيرش، وهكذا، وليكن مثلا بلوج. برايمري كيورد، الكلمات المفتاحية، مثلا لو عندنا عايزين نكتب موضوع ما أو نسوق عن مثلا مثلا إيران مثلا، نضع له الكلمة التسويقية الأساسية، محور الموضوع نفسه، نقول له رايتنج، يعني شوف هو هيفتح علينا بمواضيع ممكن نكتب فيها، هو مش هيكتب لنا، ولكن زي ما انت تكون بتفكر في مقال محتاج حد جنبك يقول لك، يعني يفكر معاك او عقل اضافي معاك، فيقول لك كلمات مفتاحيه، ايران، ايران، المجتمع في ايران، الاسره الايرانيه، حقوق المراه في ايران، وكيف ده، بيقول لك مواضيع ممكن تكتب فيها، ومجرد ما تكتب العنوان اللي انت عايز تكتب فيه فيقول لك بعض مواضيع الاقتصاد، عايز تكتب الاقتصاد في ايران، ولا الحكومه، ولا النظام التعليمي، ولا يعطيك اختيارات عدة. لكن لو حببت مثلا تكتب، انتقلنا مثلا على الفيسبوك أو تويتر، فنحددها أكتر، الحجاب مثلا، الإسلام فوبيا، نعطيه بعض الكلمات اللي انا عاوز اكتب فيها، نشوف هيفكر، هيسيرش، يقول لك الحجاب يحميك، نسخة، يعني الحجاب هو مسرحية من على كلمة الإسلاموفوبيا، مصطلح يصف التحيز ضد المسلمين، غالبا ما تكون النساء اللواتي يرتدين الحجاب أهدافا لهذا التحيز. يبدأ يعطيك أفكار ومقالات مختصرة أو بوستات تفتح لك، تعتبر أن هذا أو هذه الأداة رايتر دوت مي هي مجرد عقل جانبي معك يفكر معك. طبعا يعطيك طبعا إمكانية يعني تحرير هذا النص أو وعدد كلماته، لأن بعض الأمور بحتاج مثلا مقالة بعدد كلمات محدد. طبعا هذه الأداة مفيدة جدا لصناع المحتوى المقالي أو المحتوى النصي، ستكون غاية الأهمية. لو انتقلنا إلى الأداة التي تليها، سمودن، هي تعمل، هي نفس الكلام ولكن تعمل على تساعد على إعادة الصياغة. سمودن، أداة سمودن تساعد على إعادة الصياغة للمحتوى، بمعنى إن أنا عندي محتوى، طبعا لو أنا لدي موقع إلكتروني أو صفحات سوشيال ميديا أو كذا، طبعا من رابع المستحيلات أن أخذ محتوى كوبي بيست أو مسروق من أي مكان
وأريد أن أنسبه إلى نفسي، وبالتالي خلاص يعني جوجل خلاص بدأت تكتشف هذه السرقات، الفيسبوك وتويتر، ويقلل من نسبة وصوله بسبب السرقة. طب أنا عندي مقالة أو بوست عجبني أو نفس فكرتي، أنا عاوز بالفعل أكتب في هذا الموضوع، يعني تشابهت أفكاري مع أفكار أحد الكتاب، عندي أداة اسمها سمودن، أستطيع أن أخذ هذا المحتوى ويعيد لي الصياغة يعني بشكل تلقائي. طبعا هذه المواقع أو الأدوات تستطيع يعني تسجلها عندك وتجرب تكتب الفقرة وتشوف كيف نجح في إعادة صياغة هذا النص، ستجد يعني إن شاء الله يعني شكل عبقري جدا. طبعا هو محتاج هنا تسجيل الأول، وليكن مثلا هناخد نص تلقائي مثلا، هنا يريد نص قصير يعني لوقت الدور، هو طور أصلا مفترض على 4 ساعات يعني، ولكن لضيق الوقت سنستعرض بشكل سريع، وأنتم إن شاء الله تجربون، وأي سؤال فيما بعد إحنا ممكن ترسلوه يعني بشكل مستمر بإذن الله. كذلك الأداة التي تليها مسألة التشكيل النص العربي، أنا كصانع محتوى عربي التشكيل والتدقيق الإملائي مهم جدا في إعطاء ثقل للمحتوى. النص المشكل يختلف عن النص العاري من التشكيل، النص المصحح لغويا بيعطي قيمة مضافة على المحتوى، على المقالة، على البوست، وبالتالي عندي هذه الأداة، هي طبعا من إنتاج شركة صخر، وشركة صخر من الشركات اللي نشأت في مصر من التسعينات، وكانت رائدة يعني، كانت يعني أمامها المجال إنها تنافس مايكروسوفت والله. ومجرد أن تضع النص وتبدأ التشكيل ستجد النص هنا مشكل تلقائيا، وتستطيع طبعا نسخه وطباعته. لو أردت تشكيل أواخر كلمات فقط يعطيك هنا التشكيل الأخير للحرف الأخير فقط، وهذا يفيد في المعلقين الصوتيين خاصة يعني، لما يعلق صوتيا على محتوى سكريبت مهم أن يعرف نهاية كل كلمة التشكيل الخاص بها. كذلك أداة صحح لي أو صحح لي، هي أداة للتدقيق الإملائي، شوف عندي أخطاء إملائية أم لا، أبدأ التصحيح، يعطيني هنا أخطاء إملائية 9، يحط لي عليها خط وأبدأ في إصلاحها أو تعديلها. طبعا نسبة يعني نسبة التصحيح ما بتكونش 100% لأنه ذكاء اصطناعي، و يعني مش عقل بشري يعني. لكن هذه الأدوات صحح لي وشكل لي، هذه الأداتين من إنتاج شركة صخر، مهم جدا لأي صانع محتوى مكتوب أن يتعامل معهما. طيب كذلك عندي بعض الأدوات لحساب عدد الكلمات، أو يعطيني تحليل لعدد الكلمات أو المقالة أو البوست، نستطيع أيضا الاطلاع عليها من هنا. هذه الأداة مجرد من أضع النص الخاص عندي يقول لي هنا عندي الحروف كام، الجمل كام، المسافات، وتحليل كامل للنص قبل أن أصنع المحتوى، لأنه يفضل أصلا لصانع المحتوى أن يكون لديه خطة. يعني أنا أضع لنفسي خطة شهرية، إن أنا
في هذا الشهر سأعالج الموضوع كذا، طبعا بخلاف الموضوعات الطارئة، فهذا الشهر أعالج موضوع كذا، أبدأ أن أضع جوجل دوك مثلا أو ملف وورد في جدولة للنص والبوستات والتغريدات، وهنا يناسب جمهور فيسبوك، هنا يناسب جمهور تويتر، أضع خطة متكاملة وأبدأ أوزع عليها بوستاتي وتغريداتي، طبعا باستخدام هذه الأدوات ستساعدني. هنا هناك مصدر مهم جدا لصانع المحتوى، هو الحصول على مصادر. عندنا أزمة في المواقع العربية خصيصا، أنا أريد أن أبحث عن كتاب ما، أجده وأفرح الحمد لله أني لقيت هذا الكتاب، وبعدين ألاقي يطلعني من يدخلني في إعلانات، ويطلع لي من إعلان أخش على إعلان، أجي أضغط داونلود يطلع لي إعلان، ونقعد أنا والموقع نلف يعني داير يعني إحنا بنسميها حلق حوش، يعني على عشان أوصل للكتاب اللي أنا عاوزه. في النهاية أنا عاوز أعمل كوفي للكتاب ده، عايز أعمل داونلود للكتاب ده، مهم جدا بالنسبة لي أنا كراجل باحث عندي ببحث في موضوع محدد، أنا مهم جدا عندي إن أوصل بشكل سريع للمصدر. لذلك في أداة طبعا قد يعرفها الباحثين الأكاديميين خصيصا سايهب، هو موقع أساسا في الأصل روسي، عملوا حاجة يعني احترافية جدا، بيسيرش على كل المواقع ويعطيك الخلاصة للمصادر، ويعطيك الداونلود مباشر لأي كتاب PDF تبحث عنه أو أي موضوع. طبعا فلو مثلا طبعا طوروا بعض الباحثين العرب، أصبح sci-hub.ar، نبحث لو بحثنا مثلا أيضا عن كلمة مثلا إيران مثلا، يعطيني بعض المصادر الموجودة في المواقع العربية طبعا مضروبة في 10 صفحات، ومجرد أن أضغط على كتاب يعطيني على طول ملف PDF الخاص بي، دون لف ودوران، دون إعلانات مزعجة، ودون يعني ملاحقة الملف لتحميله، ويبدأ يعد 60 ثانية، وبعد ما يخلص عد يدخلني في موال تاني. إحنا بنعاني الحقيقة في مواقعنا العربية بالذات يعني. فهذا الموقع سجله عندك sci-hub، طبعا sci-hub نفسه هو موقع باللغات، أما النسخة العربية منه زود .ar.nf، بيعطيك أي موضوع بتبحث عنه، بيساعدك جدا في الوصول السريع للكتاب أو الرسالة العلمية أو كذا، لتحصل على المعلومة قبل أن تصنع محتواك. كذلك في دبليو تشيكر، هو أداة لقياس نسبة الاقتباس، وهذا يعني قد لا يعني يفيد الجميع، ولكن هو بيفيد أكثر في المحتوى الأكاديمي. تستطيع أن تنسخ فيه النص أو ترفع ملف أو تضع رابط وتقالي بتقول له تشيك على نسبة الاقتباس. إن هنا يفيد أكثر بقى في لو عندك مؤسسة أو شركة معك صانعي محتوى، قد يخادعك صانع المحتوى ويأخذ كوبي بيست أو يسرق بعض المحتوى من بعض المصادر، وبالتالي أنت كمراجع فني تستخدم الدبل تشيكر لكي تستكشف هذا المحتوى هل هو مسروق أم لا، نسبة الاقتباس منه، وأين اقتبس، وهكذا. طبعا في مسألة البي دي اف، عندنا طبعا موقع اي لاف بي دي اف كثير يستخدم وانا اعرف، ولكن ايضا يجب ان نذكره، لان هناك العديد عنده مشكلة حقيقية مع ملفات البي دي اف. هو موقع اسمه اي لاف بي دي اف، هذا الموقع ايضا موقع عبقري جدا في التعامل مع ملفات البي دي اف،
ميرج بي دي اف، سبليت بي دي اف، كومبريس بي دي اف، بي دي اف تو وورد، بي دي اف تو باوربوينت، بي دي اف تو اكسل، وورد تو بي دي اف، وهكذا. يتعامل مع ملف البي دي اف، يفصصه، يحوله لصوره، يحوله لوورد، يحوله لاكسل، اديت، تستطيع تعمل تعديل مباشر على ملف البي دي اف، روتيت، تعمل لو صفحات مقلوبه تستعدلها، تضع ووتر مارك، تحوله ل HTML لو هتستخدمه في موقع الكتروني، تفكك بي دي اف، تضم بي دي اف. كل هذا الموقع يقوم به. ولكن عندنا مشكله في التعامل مع ملفات البي دي اف، الا وهي مشكله الملفات العربيه. باللغه العربيه طبعا عندنا مشكله في البي دي اف، الا وهي ان الاحرف بتختلف وبتتغير وتخرب. لذلك هي الاداه الوحيده الان، حتى الان، التي يعني نستخدمها، ان لو عندي ملف بي دي اف عن طريق او لف بي دي اف، افكك هذا الملف، احوله الى صور، صوره، اخلي كل صفحه صوره، والخطوه الثانيه ان ارفعها على درايف. طبعا كل واحد عنده ايميل جيميل، لديه حساب على درايف، فهذه مثلا صفحه كتاب، ارفعها كصوره، بمجرد ان افتحها كليك يمين، فتح باستخدام مستندات جوجل، نفس جوجل دوك او مستندات جوجل بيعالج هذه الصوره او النص الذي بداخل الصوره باللغه العربيه، ويبدا بالفعل ترجمه هذه الصوره الى نص. لون اخر او نكبر، اهو هنا هذه صوره، هذا نص مكتوب على صوره، ان التصميم الجرافيكي مصطلح مشتق من كلمه جراف وتعني كذا كذا كذا، اهو ان التصميم الجرافيكي مصطلح مشتق من كلمه جراف. نسبه الخطا تقريبا 5%، 5% تقريبا. طبعا تحتاج الى بعض التصحيح. طبعا باللغه الانجليزيه بتبقى 99.9% تكون صحيحه، 1% فقط، او يعني. اما باللغه العربيه اهو نسخ نفس النص او حول هذا النص اللي في الصوره بالضبط الى نص تكست استطيع انسخه بمنتهى البساطه. هذا طبعا امر مهم ويعالج مشكله كبيره. انا قبل كده عملت فحص عن عدد، يعني عن السيرش، انا دايما يعني انا في كل شهر او كل اسبوع بنشوف اجدد او اكثر ما تم البحث عنه في خلال هذه المده، دايما بيوصل لي اكثر الفحوصات او اكثر الكلمات بحثا كيف احول ملف عربي بي دي اف الى نص تكست او كذا، كيفيه تحويل بي دي اف الى وورد عربي. فهذه الأداة أو هذه الطريقة هي حاليا الطريقة المثالية لهذا الأمر. طيب طبعا من أهم حاجتين قبل أن أصنع أي محتوى نصي، أن أركز على الكلمات الدلالية keywords، والبحث في جوجل ترند عن الموضوع نفسه. طيب يعني إيه كلمات دلالية؟ الكلمات الدالية هي الكلمات الأكثر بحثاً عن هذا الموضوع، الكلمات المفتاحية عن هذا الموضوع. قبل أنا مثلاً أريد أن أكتب عن الإسلامفوبيا أو الحجاب أو إيران أو أي مشكلة من مشاكل أو أي قضية من القضايا المثارة حالياً، روسيا وأوكرانيا وكذا، أبدأ أشوف إيه الكلمات الدلالية اللي ممكن أستخدمها في المقال أو أستخدمه في البوست. فمثلاً خلاص هذا keyword tool. طيب اسلام فوبيا، طبعا انا بحدد الاول ان انا جلوبال عادي واللغه عربي، وانا بتكلم مثلا عن جوجل، لان هو بيعطيني خيارات اليوتيوب والامازون والايباي والاب ستور وهكذا. طيب اسلام فوبيا نشوف find the greed، هو يبحث يعمل تشيك الآن، checking if the keywords عندي
57 كيورد مهمة للغاية لكلمة إسلامفوبيا، من أكثر الكلمات المستخدمة حاليا بعد كلمة إسلامفوبيا نفسها إسلامفوبيا في أمريكا، إسلامفوبيا PDF. إذن هناك من يبحث عن كتب عن إسلامفوبيا، إسلامفوبيا في أوروبا، في فرنسا، إسلامفوبيا في فاضل سليمان، إسلامفوبيا عبد الله الشريف، إسلامفوبيا في أمريكا ياسر البحري، وهكذا. هذه الكلمات هي الأكثر بحثا، طبعا بيجيب لك من الأكثر إلى الأقل في كلمة الإسلامفوبيا. ستجد يعني أكيد أسماء مثلا، أو بعض مثلا دكتور إسلام أبو سيدو أو إسلام العواملة، أنا لا أعرفه. إذا أبحث عن هذا الاسم، أشوف كتب إيه، عمل إيه مع الإسلامفوبيا أو ضد الإسلامفوبيا. فأنا قبل ما أبحث في موضوع أو أكتب محتوى نصي، لازم أخد فكرة عن ماذا يدور عن هذه الكلمة، بيقولوا إيه، الناس بتتكلم بتقول إيه، الناس بتبحث بتقول إيه. كذلك مؤشرات جوجل، هي جوجل ترند، لازم أشوف الناس بتبحث عن الموضوع ده فين وإزاي. أنا مثلا عندي محتوى عايز أكتبه في مثلا في مدينة في كندا أو في البرازيل أو في نيجيريا أو كذا، فأبدأ مثلا سيرش عن أهو إسلام فوبيا في جوجل ترند، أشوف الناس بحثت في جوجل قالت إيه. نبحث بالإنجليز، الإنجليش، إن طبعا فأبحث إيه أكثر الدول اللي بحثت عن الكلمة، ويعطيني مخطط عن مستوى الاهتمام على مدار الوقت. هل دايما الناس مهتمة بهذا الأمر ولا لأ؟ أكثر المناطق بحثا، أفاجأ إن باكستان من أكثر المناطق، ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، كندا، أكثر الكلمات الدلالية إسلامفوبيا مينينج، وات از اسلامفوبيا، واسلامفوبيا أدالة، مواضيع ذات صلة، الناس اللي كتبوا عن الحاجات ديت، عمر خان. يعني إذا هنا ربطنا ما بين مثلا مشكلة عمر خان وإن باكستان بحثت عن اسلامفوبيا. فأنا قبل ما أكتب عن الموضوع أبدأ أشوف الناس مين اللي بيكتب، مين الفئات، أقدر أعمل فلتر. طب أنا عايز في جميع أنحاء العالم ولا في بلد محددة، وليكن مثلا، أو خلينا مثلا إسلام حتى، أو إسلامك، كلمة أوسع انتشارا يعني، أو أمسلم وومنز ديري أو كذا، أنا في إسلامك، أنا عاوز أشوف إسلامك مثلا في البرازيل، أشوف هنا، ألاقي هذه المدن داخل البرازيل بحثت عن إسلامك بالترتيب. هنا طلبات البحث الأكثر صلة، دبي إسلاميك بنك، يعني حتى ما كانوش بيبحثوا عن الإسلام نفسه، بيبحثوا عن بنك دبي. طيب أشوف مثلا، أدخل الدولة نفسها أو المدينة نفسها، يجيب لي تفاصيل أكثر عن المدينة أو عن البحث اللي تم. طبعا أقدر أعمل داونلود للمعلومات ديت، أو أقدر أشيرها. فجوجل ترند مهم جدا 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 لصانع المحتوى بشكل يعني أساسي، لازم يكون في يد كل صانع محتوى. طيب ندخل على صناعة المحتوى المرئي. احنا كم معنا من الوقت يا أخي؟ كم معنا من الوقت؟ أستاذي إلى الساعة 10 أو قبل 10، طبعا بإمكانكم
توسل متى شئتم. يعني ما سمعت، يعني قدامنا ساعة إلا ربع مثلا كمان أو ولا كم؟ أستاذي أستاذي يعني الأمر عندكم، الأمر عندكم، بارك طيب الله طيب فيكم. طيب أوكي إن شاء الله، لأن يعني أتمنى أن تكون الدورة ممتعة أكثر متعة. إن شاء الله سنختصر يعني الكلمة. عندنا صناعة المحتوى المرئي. صناعة المحتوى المرئي هو من أهم حاليا الصناعات والأسرع انتشارا. لكن أنا عندي مدام مرئي يبقى عندي اتجاهين أتحدث عن تصميمات جرافيك وصناعة فيديو. تصميمات جرافيك هي الصور الثابتة أو البطاقات، إعلانات السوشيال ميديا، تقارير الجرافيك، الإنفوجراف، الحالات والستوري وكذا. ولكن قبل أن أصمم محتوى جرافيك يجب أن يكون لدي معايير أساسية أفهمها وأستوعبها، إن كنت أنا حتى لست المصمم، ولكن قبل أن أكلف المصمم بهذه المعايير يجب علي أن أطابق عليها المعايير. بعد أن يسلمني المصمم هذا التصميم أبدأ أطابق عليها المعايير، يكون بها توازن، تباين، وحدة، محاذاة، إيقاع، تناسب، سيادة. 7 معايير في أي تصميم جرافيك يجب أن يكونوا متوفرين كلهم مجتمعين أو بعضهم، ولكن لا يمكن أبدا أن يكون لدي تصميم ليس فيه توازن، ليس فيه مسافات آمنة، غير مريح للعين. طبعا لن ندخل بشكل تفصيلي في هذه المعايير لأن بيستفاد منها المصممين أكتر، أنه يفهم يعني إيه البالانس بتاعها بتاع الصورة، ولكن بشكل مبسط جدا يكون عناصر التصميم مرتبة ومنسقة متزنة للعين نفسها، يكون هناك قبول نفسي عند رؤيته. مثل هذا التصميم مثلا كنموذج، ده هذا نموذج للتوازن. أما مثلا التباين يكون عندي الفوكس، أعمل فوكس على المحتوى اللي أنا عاوز. أنا مثلا عندي تصميم أو عندي محتوى لتطبيق اسمه قرآني أو كذا أو كذا، لا أضع اللوجو الرئيسي أو الحاجة الرئيسية وسط ألوان متشابهة مع الخلفية، فيكون عندي تباين. عايز أوصل رسالة اللي هو أنا أول ما عرضت الصورة عينك قرأت كلمة أو لوجو قرآني، لا يعني، وبعدين بدأت تشوف ما حولها شيئا فشيئا. وهنا أمر آخر اسمه الوحدة. الوحدة هو يعني طلب رئيسي من متطلبات لأي عمل فني جرافيكي، إن تكون الأمور متحدة. كتير مصممين عندهم يعني مهارات عالية، ولكن يضع التصميمات مترامية الأطراف أو مكونات التصميم يضعها مترامية الأطراف، وهذا خطأ. الإيقاع اللي هو يعني في جوهره حالة من حالات التغير، ويعتبر الإيقاع مجال لتحقيق الحركة. والإيقاع صورة بصورة متعددة، صوره متعددة، مصطلح يعني تردد الحركة بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتغير. يعطيك ان انت شعرت ان هنا حرف الار يعني اثر على باقي التصميم. طبعا هنا يعني بيجيب لك اكتر يعني التصميمات تنفيذا لهذا المعيار. مش معنى الايقاع ان حرف الار وقع على، لا، بيعطيك ايقاع يعني اللي هو تم تاثير عنصر على عنصر. التناسب، وسبحان الله طبعا في خلقه اللي بيعطيك تناسب ما بين أجزاء وكيانات التصميم بنسب رياضية ترتاح لها العين. السيادة، لو تكتسب بعض الأشكال صفة السيادة وبعضها الآخر صفة التبعية، وتتطلب وحدة الشكل أن تسود خطوط ذات طبيعة خاصة أو اتجاه معين أو مساحات ذات شكل خاص أو ملمس معين. المحاذاة، يكون أنا عندي صورة أريد الترويج لها وعندي نص
شارح للصورة. كتير من الأخوة المصممين أو من صانع المحتوى أو ممكن من يصنع التصميمات بنفسه على الموبايل أو كذا، للأسف الشديد تجده يضع النص على الصورة بشكل مطابق، لا ترى، لا تعرف أن تقرأ النص ولا تعرف تفاصيل الصورة. لذلك لا يجب أن يكون هناك محاذاة في أي تصميم. أستخدم الأماكن الآمنة عندي في الصورة وأوضح ما أريده من التصميم نفسه. طيب، عندي أدوات مستخدمة للتصميم، عندي برامج احترافية وبرامج غير احترافية. برامج احترافية زي طبعا فوتوشوب والإليستريتور إنديزاين تحتاج إلى كورسات وتعلم ومثابرة وتجربة وكذا. لذلك هناك بعض برامج غير الاحترافية اسمها يعني طبعا كلكم عارفين أو بعضكم عارف كانفا، هذا موقع إلكتروني وتطبيق تستطيع صناعة الصور والتصميمات من خلاله، بحيث ان انت لما تضع تصميم مثلا او بوست على الفيسبوك تريد ان تدعمه بصورة، ولكن عندك مشكلة في الصورة، يكون عندك مشكلة في الصورة او ما عندكش المهارات في صناعتها، فبتدخل لكانفا وتختار المجال وتبدأ تصمم النص الخاص بك أو الصورة الخاصة بك بشكل يعني إيه غير احترافي بشكل كبير. طبعا عندي بقى أدوات لدراسة التباين. أنا أعرف منين التباين هنا صحيح أو خاطئ في هذه الصورة؟ عندنا هذه الأداة تعطيني درجات التباين. أنا مثلا لو هستخدم لون مثلا أزرق بيحط قصادي الألوان أخرى، أبدأ أستبدل بحيث قبل ما أصنع الصورة نفسها يكون عندي كونتراست، يعني شايف الأول هل اللون ده لايق على اللون ده ولا لأ، ويديني هنا درجة بيقول لي هنا بس يعني المعايير نفسها نورمال لارج نورمال وكذا جرافيك هنا بس. طب أنا هنا أحمر ما أحمر، فعلي ما ينفعش. هذيك نصائح يعني هنا بعضها تنفع وبعضها ما تنفعش. هذه الأداة تساعدك في صناعة الصورة نفسها بحيث تصل لألوان متناسقة، تناسق الألوان. عندنا مشكلة في تناسق، يعني اللونين دول غير متناسقين، أهو جايب لك فعل كله ساقط. أما لو عملنا الأزرق يقول لك تمام يمشوا مع بعض في تصميم واحد. كذلك من الأدوات يعني البسيطة الريموف باك جراوند متخصص، هذه الأداة متخصصة في حذف الخلفيات. احنا مثلا لو اخذنا هذه الصورة حذف لك على طول الخلفية، تستطيع ان تعمل داونلود وتستخدمها مباشرة بشكل شفاف يعني. ولكن قبل ان تصنع اي صورة او لو عندك مشاريع لبطاقات تصميم جرافيك لازم تاخد جولة الأول في البيهانس اللي تبع شركة أدوي، يعطيك تغذية بصرية، يعطيك تغذية بصرية. طبعا هو مسجل فيه بعض المصممين الجرافيك وكذا، ولكن الأهم من مسألة التسجيل التغذية البصرية. أنا عندي مثلا هصمم تصميم إسلامي، هبدأ أبحث عن أفكار من خلال هذا الموقع. طبعا عندي مصادر للصور للحصول على مصادر للصور، الشاتر ستوك والانفيتو والفري بيك وبي ان جي 3. ممكن لو تصور الشاشه تحس تستفيد على طول من هذه المصادر، تبحث عن مصادر طبعا باشتراكات وفي منها المجاني.
نبدأ في مسألة الإنفوجراف. يعني إيه إنفوجراف؟ هو عبارة عن مجموعة من الصور والرسوم البيانية والنصوص البسيطة والتي يتم ترتيبها بحيث تفسر موضوع معين بشكل مبسط حتى يستوعبه شخص، أي شخص. الغرض الأساسي من أي إنفوجراف هو لفت الانتباه بالتصميم والألوان والصور واستخدامها في شرح مفهوم معين أو عملية معينة في أي مجال وصناعة. ده نموذج للإنفوجراف، إنه بيعطيك ملخص ممكن كتاب كامل في صورة. وهذه الأداة أو المعيار، الموضوع الانفوجراف منتشر جدا الآن، وله قابلية كتير عند شريحة كبيرة جدا من المستخدمين. إن أنا بدل ما أقعد أقرأ مقال طويل أو أقرأ كتاب كامل، لا، أعطيني الخلاصة في انفوجراف متصمم بشكل ظريف بالشكل ده. مثلا ده انفوجراف عاملاه شركة انتل عن ماذا يحدث في الإنترنت خلال دقيقة، يعطيك كل منصة وعدد مشاهداتها وعدد مستخدميها وكذا. والآن مثلا عندي نموذجين، نموذج تم تصميمه بالمعايير اتكلمنا عنها، ونموذج تم تصميمه بشكل عشوائي فردي بدون أدنى معايير. النموذج طبعا على اليمين حاليا وأنا بحدثكم من هذا النموذج بفضل الله تعالى بشكل يومي وشبه يومي بيسلم الكثير بسببه. مجرد تصميم غير إسلامي، يعني التصميم ليس عليه أي نقوش إسلامية ولا أي شيء، ولكن هو كان مجرد تصميم لجذب انتباه الزوار والمستخدمين لمنصات السوشيال. إن بعض الناس بتعيش، ما زالت تعيش في ظلام حالك، وتم تصميم طبعا يعني هذا التصميم يعني مش جاهز، لا، تم تصميمه بعناية، إن الكرة الأرضية على الزحلفة على كذا، على الإضاءة على نوع الخط على فونت ولون وشكل، جعل كثير من الأجانب يبدأ يخش، طب لماذا نعيش في مظلام حالك؟ يبدأ في حوار إسلامي ويبدأ يعطانك الإسلام بهذا التصميم. تخيل بقى لو نفس التصميم ده مثلا، ولا يعني بالشكل الغير ظريف، مثلا ان انا اعمل يلا اعلان اكتب عليه اسمي واعمل اجيب فراشه من اي حته من جوجل واحط اي حاجه. ده في ناس حتى يعني بتكسل تعمل، لو بتفتح مشروع او كده بتكسل تعمل لوجو، يعني بتجيب اي صوره من على النت وتعملها لوجو خلاص يعني. فدي طبعا احنا من ازمه كبيره جدا، احنا محتاجين الكفاءه في المحتوى العربي والإسلامي. ننتقل بعدها لمسألة صناعة الفيديو، هو المحتوى المرئي. صناعة الفيديو عندنا نتكلم عن الموشن جرافيك، الفيديو مونتاج، السينماتيك، والفي آر 360. وده طبعا هيهم كتير من رواد هذه الدورة المباركة، لأن احنا هنتكلم عن شقين. عن الشق التصوير الشخصي، ان انا اعمل فيديو لي انا واتكلم فيه واكون يوتيوبر او اكون بلوجر او انفلونسر، وبين ان انا انتج افكار في صوره موشن جرافيك او في صوره انيميشن او في صوره فيلم قصير او كده. هنتكلم على الشقين، ولكن قبل ان نتكلم على الشقين طبعا هناك بعض المعايير يجب أن نتحدث عنها. محتوى الجذاب، خطف الأبصار أول 3 ثواني، أول 3 ثواني من الفيديو الشخصي خصيصا يجب أن يخطف الأبصار، خاصة مع انتشار المنصات السريعة زي التيك توك والكواي والسناب شات والريلز الموجود في الانستجرام والفيسبوك حاليا. هذه منصات سريعة، إن تلاقي الشاب قاعد بيقلب في الفيديو، لو عدى مضى 3 ثواني من الفيديو وما فهمش هو بيتكلم عن ايه، او لم يجذب انتباهه، على طول هيقلبه هيشوف اللي بعده، ما بقاش في وقت. فلو انت بتعمل تصنع محتوى فيديو لنفسك، اخطف الابصار اول 3 ثواني، بعدين اتكلم زي ما انت عاوز. حتى في بعض الناس بتعمل مقدمه من اخر الفيديو او من نص الفيديو، وبعدين تاخد فاصل وتبدا ايه في الفيديو، اللي هو بيجيب لك الفوق الحاجه اللي عايز يركز عليها بالظبط، الكارثه اللي في الموضوع او القصه اللي في الموضوع
طيب الدقة طبعا والجودة العالية، يعني عيب قوي ان احنا كناس دارسين صناعة محتوى ابدا بقى استخدم جودة تعبانة واصور فيديو وانقله من على الواتساب وعلى الفيسبوك وهنا يبدا جودته تنزل شيئا فشيئا. لا، انا ابدا اهتم جدا ان جودة الفيديو تكون اتش دي، الصورة فيها واضحة، الصوت فيها واضح، وهكذا. طبعا يجب ان يكون مناسبة المشهد مع الهدف. استخدم مؤثرات صوتية في محلها، في محلها، ان كتير بيستخدم مؤثرات صوتية مزعجة ملهاش لا محل لها من الفيديو. بيكون المدة الزمنية مناسبة بلا حشو وتناسق الألوان زي الصور. يكون هناك انتقال سريع من مشهد لمشهد. ما ينفعش أبدا في الوقت الحالي إن سواء كانت حتى محاضرة سواء في بأي شكل من أشكال الفيديو، ما ينفعش أن أبقي على مشهد واحد فترة طويلة. هو المفروض 3 ثواني أيضا المشهد، ولكن يعني أكيد لقلة المشاهد يعني إيه ممكن أقول 5 ثواني. لازم يكون في نص واضح، لو هيطلع نص على الشاشة يكون واضح، في تباين في المعايير اللي اتكلمنا عنها في الصور، صوت واضح، إضاءة جيدة، كل الأمور هذه مهمة جدا في صناعة المحتوى المرئي. طب خلينا نشوف بشكل عملي بعض المحتويات المرئية الجيدة. مثلا نستعرض أول بشكل سينيماتيك، وبعدين نشوف نموذج أنيميشن، ونشوف نموذج للمحتوى الشخصي التصويري، بحيث ننوع الفيديوهات نفسها. بسم الله. طيب لا يريد أن يعمل. طيب في مثلا نبدأ بالمحتوى الشخصي. إيه المشكلة لو سجلنا محتوانا الشخصي بالشكل ده؟ إن أنا آجي أستخدم أكثر من كاميرا، أكون في مكان رائع، أكون أخرج من الاستوديو التقليدي أو المكان الواحد أو الخلفية الواحدة، وأجي من زاوية بعيد بالشكل ده. انتقلت على طول لمشهد آخر، الأخ يقف على جانب من الشاشة عشان الطبيعة بقت هتبان، وفي نفس الوقت أنا أي نعم يعني ما خرجتش من اللي بيقوله، لا بالعكس أنا بسمع وفي نفس الوقت بشوف حاجات تانية غير شكله هو شخصيا، يعني أنا بشوف عين على شكله وعين على على الخلفية وهكذا. لازم ما خليش المشاهد يمل. لازم أعمل مؤثر صوتي ومع مؤثر صورة زي ما شفنا، إن بعد ما قال فقرة بعدين حصل زوم عليه اتكلم أو بكمل باقي كلامه. هنا زوم إن وزوم أوت. هنا بقى متعة استخدام النص مع الفيديو. Got across history. إن أنا أطلع النص بشكل جميل لائق، إنه جزء من جعلت النص جزء من الفيديو. في ممكن واحد تاني يكتب نفس الكلمة في أي حتة كده على جنبه وخلاص، ولكن وجود النص بالشكل ده بيدي معاني كتير جدا، تفاعل مع المستخدم نفسه. أدمج بقى الفيديو بمشاهد أخرى بأماكن تانية، مش لازم طول الوقت يكون محاضرة، لا هو هي نفسها هو محاضرة، هو محضر كلمة مدة ربع ساعة
لكن مش لازم يقولها بشكل تقليدي، هو قال مقدمة وبعدين دخلنا على مشاهد تانية وبعدين هيرجع تاني يتكلم في نفس الموضوع، ممكن يكتفي بتعليق صوتي شوية مع المشاهد المعبرة معاه. هنا بدأنا نتخش على الموضوع نفسه، إذن حصل زوم على وشه بشكل أكبر. ثم ينتقل لمكان آخر ويبدأ يوضح ويشرح في المكان التاني. طبعا احنا بنسرع لوقت المحاضرة يعني. هنا بدأ يقعد يتكلم، يغير المكان بتاعه بدل ما يكون واقف. بعض النصوص اللي بيتكلم فيها تظهر بشكل انفوجراف، يعني أكن طالع من فمه النص. يكون بكده خرج من نطاق المحاضرة الصماء لفيديو تفاعلي. أنا كمشاهد أستمتع، أشوف أماكن جديدة، هشوف حتى لو أنا تعثر عليا التواجد في بعض الأماكن أو تصوير بعض الأماكن، عندي بعض الأماكن ممكن أستخدمها يعني كروما، يعني أنا أمشي وأتكلم وأجيب هذه المشاهد من خلفي، المونتير يستخدمها بالشكل ده، مش لازم أنا أتواجد في المكان نفسه. فده كان نموذج مهم جدا من نماذج الناجحة الحقيقة اللي اتعملت. أحاول إن شاء الله نشغل نماذج أخرى للـ animation. I cannot play. طيب أنا إن شاء الله نشغلها لكم برضو، نستعرضها أو نرسلها على طول إن شاء الله على الجروبات. ولكن حتى لو بحثنا عن في مثلا كان أنيميشن عملناه ظريف اسمه الآيفون الملحد، هذا الذي كنت يعني أستعرضه لكم. ده يوضح فكرة بسيطة جدا في خلال دقيقة. ده بس الإعلان. أنا بتكلم بشكل يعني بتكلم إن أنا آيفون وإن محدش صنعني وأنا لا أؤمن بهذه الخرافة. أنا بواجه فكرة الإلحاد في دقيقتين بأسلوب الأنيميشن. طبعا أسلوب الأنيميشن من أفكار أو الأساليب الأسرع انتشارا يعني. بيتكلم عن مكوناته بشكل سريع. أنا مكون من كذا، بيقول لك أنا متطور من هذه التليفونات القديمة الأرضية فالجوالات بأشكالها إلى أن وصلت إلى آيفون، وأنا ما أعرفش مين خلقني أو مين صنعني ودي خرافات وهكذا وهكذا. عالجت مشكلة كبيرة جدا زي الإلحاد في فيديو دقيقة ونصف دقيقتين بأسلوب مبتكر. لذلك الفكرة أو الابتكار مهم جدا في صناعة المحتوى المرئي. طيب
طبعا بشكل سريع، قبل أن أنتج أي فيديو سواء شخصي أو موشن جرافيك أو أنيميشن أو كده، لازم أكون عندي ما قبل إنتاج، بعمل خطة كويسة، ببدأ أكتب السكريبت اللي هتكلم فيه، أبدأ أجهز أي صور أو مشاهد ممكن أستعين بيها. بعد كده أثناء الإنتاج طبعا اللي هو التسجيل والتصوير وهكذا، وبعد الإنتاج اللي هو بقى مسألة المونتاج والتعديلات وما إلى ذلك. طيب طبعا بنتكلم، لازم أحط أمامي ما هو هدف الفيديو، لمن هذا الفيديو، عما يتحدث هذا الفيديو. أما مرحلة الإنتاج بنسميها أوان الإبداع، نختار كاميرات وإضاءة جيدة، نختار مشاهد متلائمة مع السيناريو، بنجهز محتوى صوتي، بنجهز مؤثرات صوتية. طبعا عندنا قاعدة في صناعة الفيديو، لا تقلق، ارتكاب الخطأ أمر عادي جدا، يمكنك إجراء كافة التعديلات الضرورية في المرحلة المقبلة، لهذا ابقى هادئا وركز جيدا على نقل رسالتك بطريقة أكثر وضوحا قدر الإمكان. طيب حتى لا يسرقنا الوقت، عندنا طبعا نفس البرامج اللي في صناعة الصور، بنستخدم مصادر الفيديو من هنا، شاتر ستوك والانفيتو فري بيك، كذلك برامج المونتاج الاحترافية، عندنا أدوبي بريمير وأفتر إفكت، وعندنا بعض البرامج الغير احترافية اللي ممكن أنت كواحد غير متخصص أن تصنع مونتاج بسيط، يعني وندر شير في المورا، وعندنا تطبيق هاتف اسمه بولتاجون، ده بيعمل زي أنيميشن خفيف طبعا بشكل غير احترافي طبعا، ولكن يعني إلى حد ما يعني. ننتقل لمسألة صناعة المحتوى السمعي، لكن نكبر الشاشة. صناعة المحتوى السمعي طبعا في إحصائيات، يعني أنا نفسي تفاجأت منها، إن رغم إن إحنا في 2022 وإن نقول إن إحنا وقت الفيديو وداخلين على حاجات كبيرة جدا وتطور رهيب، إلا أن أحدث الدراسات بتقول أن استخدام البودكاست هو لا يزال الأكثر انتشارا وسط شعوب العالم. حتى كل المنصات اتجهت الآن لغرف صوتية، زي ما بقى كلاب هاوس، يعني أول ما بدأ كلاب هاوس هتلاقي تويتر عمل غرف صوتية، هتلاقي فيسبوك عمل غرف صوتية، هتلاقي تيك توك عمل غرف صوتية. فالعودة إلى الصوتيات أو المادة السمعية الآن يعني ما زالت هي رقم، برضو يعني مش هنقول رقم واحد، بس رقم واحد في بعض الدول فعلا، أو رقم اتنين في بعض الدول. فالاهتمام بالمحتوى السمعي أو صناعة المحتوى السمعي مهم جدا، لا نتغافله، يعني مش لازم كل الأمور أصبحت نصوص وفيديوهات، لا، نهتم بشكل كبير، نلبي حاجة هواة الاستماع. لذلك هنا بيقول لك مثلا في آخر إحصائية في 2021، يعني إلى يناير 2021 استاتيستيا بتقول إن أكثر من 40% في الدول اللي هي بالموف ديت مستخدمين، من 30 ل 39%، يعني في أمريكا وأستراليا وكذا بيستخدموا. فإحنا عندنا بعض الدول 40-30% منها بيستخدموا البودكاست أو بيهتموا بالبودكاست. لذلك حتى في الدول العربية تلاقي الإذاعة شيء مهم عندهم، إذاعة القرآن الكريم، في وسائل المواصلات. فالاعتماد على الإذاعة والراديو والبودكاست شيء أساسي حتى الآن، يعني مع إن مثلا السيارات فيها شاشات، ولكن تلاقيه لا، يحب أن يستمع أكثر، العيون ملت من المشاهدات.
لذلك يفضل استئجار فويس اوفر لو حصنع محتوى صوتي قوي. لا، انا الافضل ان استاجر احد المعلقين الصوتيين المحترفين لصناعه المحتوى في استوديو احترافي معتمد، ولا يمكن الاعتماد على الاجهزه والميكروفونات المنزليه التقليديه. لكنك ان وجدت في نفسك موهبه التعليق الصوتي، تستطيع صناعه استوديو في منزلك متوسط الجوده، وكذلك اجهزه في متناول اليد. يعني انت المعلق الصوتي مش احسن منك في حاجه، انت ممكن يكون عندك الموهبه ولكن دون ان تقصد. بمجرد انك تشتري بعض الادوات البسيطه زي دي، المايك احترافي بمكثف، دايما احرص انك تشتري مايك بمكثف ينقي الصوت وينقي الهواء من خلفك، عازل صوتي في الغرفه، بعض الاجهزه تستطيع الحصول عليها من امازون مباشره، والبوب اب واجهزه التسجيل. ممكن ان تصنع محتوى صوتي بنفسك في او غرف صوتيه بنفسك، وممكن انت كمان تعمل هندسه صوتيه على محتواك باستخدام احد هذه البرامج. ممكن تاخدها برضو سكرين شوت، وكلها سهله. استوديو ون من اسهل البرامج، واغلبها بفضل الله يعني سهله جدا. يعني بعض الادوات، يعني كتير يجي يسالني يقول لي طب انا عندي، ممكن النص عندي جاهز، ممكن احول صوت؟ طبعا هو ممكن الان في اداه بتحول اي نص الى صوت، ولكن طبعا بنتكلم على عمل غير احترافي. طبعا احنا في الدوره هنا بنتكلم على الحاجات الاحترافيه والغير احترافيه، اللي في متناول اليد واللي في غير متناول اليد. بعض الامور ساعات تكون مكلفه ماديا، طب انا بتكلم اللي معهوش فلوس او اللي معهوش ميزانيه لمشروعه الفكري او الدعوي او كذا. لا، انت ممكن تمشي امورك ببعض الامور تصنعها بنفسك وفي بيتك وبشكل مجاني. فمثلا اداه زي هذه الاداه، هو TTS reader.com، تستطيع هنا، ولكن هنا باللغات، كل اللغات ما عدا اللغة العربية. الحقيقة إن أنا بحثت عن باللغة العربية، طبعا في صعوبة شديدة ويكون عربي مكسر، ولكن هنا بيعطيك الأداة بشكل قوي جدا جدا. يعني أنا لو حددت اللغة وحددت نورمال سبيد ولا سلو، فور سلو ولا سلو ولا فاست ولا كذا، أقدر أضع النص عندي كوبي بيست هنا وأقول له بلاي يقرأه بشكل سريع. تمام، أقدر طبعا أعمل داونلود، أقدر أعمل أبلود لأي، أقدر أعمل أبلود لملف عندي، ملف وورد مثلا. أنا كتبت مقالة خاصة، أقدر أرفعها وأخلي الأداة تسجلها بالصوت وأعمل داونلود. طب لنجاح التسجيل نفسه أهتم جدا جدا بعلامات الترقيم، بمعنى الكوما والأبوستروف والدوت والأقواس والحاجة، تمام، والاسم مثلا كابيتال أو الجملة كابيتال، مثل هذه علامات الترقيم البسيطة تخلي الذكاء الاصطناعي أيضا يقرأ لك النص بشكل ممتاز جدا. المتخصصين فقط هم من يفرقون بين التسجيل الآلي والتسجيل بالفويس أوفر، ولكن إلى حد ما طبعا تستطيع صناعة عدد لا نهائي من المحتوى. أنت ممكن عايز تعمل محتوى باللغة الصيني، هتختار اللغة الصينية، عايز بالمحتوى الهندي، باكستاني، بتاع ده، إيطالي، أي لغة تقدر تختارها وباللهجات، يعني أمريكان ولا بريتش أو كده. حتى البريتش بأسماء، يعني عندك هنا جورج، هازل، سوزان، بيجيب لك إيه أسماء مختلفة، يعني ديفيد، مارك، زيرا، بحيث إنك ممكن تصنع كتاب كامل بشكل صوتي لو عندك كتاب باللغة الإنجليزية أو بأي لغة تحب نشرها. طيب، صناعة المحتوى التفاعلي التطبيقي. هنا بنتكلم عن مواقع إلكترونية، صفحات هبوط، تطبيقات حرفية.
هذه الأدوات أو هذه الـ الـ أو هذا النوع من المحتوى هو محتوى تفاعلي. المحتويات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، يعني إن أنا مقالة أو بوست أو نص إخباري أو فيديو، سواء فيديو شخصي أو فيديو أنيميشن أو صوت بودكاست أو كتاب صوتي أو مقالة صوتية، كل الأمور هذه من اتجاه واحد. أما نتكلم في المحتوى التفاعلي، نتكلم عن هات وخد، أحط مقالة أستنى رد الفعل، أحط موضوع أبدأ أستنى رد الفعل، تفاعل ما بين المستخدم والصانع. لذلك إحنا بشكل مبسط جدا إزاي أصنع موقع إلكتروني، طبعا هو بيحتاج تخصص، ولكن لازم يكون عندك ثقافة الموضوع نفسه. ما هو الموقع الإلكتروني؟ مما يتكون الموقع الإلكتروني؟ هو يعني موقع إلكتروني هو مجموعة من الصفحات التي يمكن الوصول إليها من خلال شبكة الإنترنت، حيث يتم تنظيم هذه الصفحات وجمعها تحت اسم مجال واحد وملفات موجودة على موقع الويب، تختلف تبقى مستندات، صور، نص، كل أنواع الملفات. موقع إلكتروني بيتعامل بعدة لغات برمجة، هناك في مواقع يعني مجانية أو شبه مجانية تقدر تفتح مدونات فيها زي ووردبريس وغيرها. لكن أنت عشان تبقى عندك موقع إلكتروني لازم يكون عندك سيرفر، اللي هو الخادم أو المساحة اللي أنت هتحط عليها الموقع اللي هتستأجرها. لكن أنت عايز تبني شقة مثلا، فلازم تأجر شقة، الأرض نفسها بتاعتك هي السيرفر، وبتحتاج نطاق أو دومين اللي هو بيكون www.ahmed.com مثلا، بتركب عليها برمجة وبتركب عليها تصميم. برمجة هي بنسميها باك إند، اللي هو الإدارة نفسها للموقع، والتصميم هو الشكل اللي ظهر للناس، الفرونت إند. بتبقى المحتوى اللي أنت بتكتب بقى فيه مقالاتك، تكتب فيه حاجتك، ويبدأ تعمل على نشره في محركات البحث وجوجل خاصة. طب إيه الفرق بين محتوى الموقع الإلكتروني وصفحات الهبوط؟ الموقع الإلكتروني بيكون بيتكون من عدة صفحات، وصفحات الهبوط هي صفحة واحدة بتعالج موضوع واحد فقط. طبعاً تقنية صفحات الهبوط أو اللاندنج بيج الآن بتستخدم بشكل جبار في التسويق الإلكتروني، لأن بيكون موضوع واحد بيحدد اتجاهك وبيحدد هدفك، ويكون فيه مثلا مقالة واحدة، فيديو واحد، وسيلة تواصل واحدة، هو دعوة الزائر إلى اتخاذ إجراء مخطط له، call to action، كالتسجيل في خدمة، شراء منتج، أو تسجيل بيانات، تسجيل استمارة. يعني مثلا ممكن نشوف شكل عملي نموذج لموقع إلكتروني ولاندنج بيج. لاندنج بيج مثلا نختار هنا أحد صفحات الهبوط، مثلا دي لاندنج بيج عن جيسس ان ذا قران، المسيح في القران، فقط فيديو واحد بيتكلم عن المسيح في القران. عندي لو عندي كتاب بيتكلم عن كده اضعه، سواء فيو او داونلود، او اقراه بشكل مباشر. لو عندي صفحه من المصحف او مقاله او كذا، هنا الايات في قصة المسيح، بعدها بعض التصميمات، التصميم كل تصميم مع البوست الخاص بي أو الشرح الخاص بي. خلاص call to action بقى، يعني أعمل تواصل واتس، تواصل لماسنجر، شير الصفحة وفيس وتويتر وإنستجرام وكذا، خلاص انتهى الأمر، أنا عليك قضية واحدة في صفحة واحدة. هذا الأمر من الأمور المهمة جدا الآن في التسويق بالمحتوى، ان انا اسوق المحتوى الخاص بي في صفحه واحده. اما الموقع الالكتروني زي اي موقع بيكون متعدد بقى الصفحات ومتعدد الـ الاقسام، في مكتبه من الكتب مثلا اللي يكون حاجه دوت نت، موقع بيكون مصنف لتصنيفات عده، يكون في مكتبه كتب،
يكون في مكتبة مرئية، عدد زوار، وهكذا. يكون في بحث في مجالات الموقع بشكل كامل، لو عندي إصدارات خاصة أضعها، بيبقى مكتبة أرشيف. الموقع بيكون أرشيف للمحتوى، اللاندنج بيج بيكون عرض لمادة واحدة، عايز كول تو أكشن على المادة ديت أو على المحتوى ده، أو أشوف أثر الناس على هذا المحتوى. طيب، طبعا التطبيقات الهاتفية، نتكلم على الأجهزة، الجوال الذكية، هو برنامج كمبيوتر بيعمل على الهواتف والكمبيوترات اللوحية اللي هي التابلت. ولكن أنا في رأيي شخصيا، أن الأندرويد والآي أو إس موضة وهتنتهي في خلال سنوات قليلة جدا جدا جدا. إن أنت كصانع محتوى أنصحك باستخدام اللابتوب، الكمبيوتر أو الديسكتوب، يعني استخدام الكمبيوتر هو الأساس عندك في صناعة أي محتوى، سواء مقروء، مكتوب، كذا. صحيح الموبايلات سهلت لينا أكتب بوست بشكل أسرع، أكتب مقال، ولكن بيقدم لك عوائق كتير جدا في الإبداع. أنا باللابتوب أقدر أتصفح بسرعة عن مصادر معلومات، أقدر أجيب صور، أقدر أجيب أعمل تحليل للموضوع، زي ما شفنا في الأول المحاضرة عن الجوجل ترند والكيوردز والكلام ده، أبدأ أعمل تحليل قبل ما أكتب بشكل أسرع. فاستخدام طبعا اللابتوب في صناعة المحتوى أنا شايفه إنه شيء أساسي، ومسألة الجوالات والأندرويد والآي أو إس بشكل مؤقت، وهيتطور لحاجات تانية. طب خلينا بقى نتكلم نظرة سريعة ونختم بيها إن شاء الله عن مستقبل المحتوى الرقمي. عندنا طبعا في السنوات الأخيرة ظهرت عديد من مصطلحات جديدة، مما يوحي أننا في عصر أفول المحتوى الرقمي التقليدي. حتى طبعا شركات كبيرة غيرت اسمها وغيرت اللوجو الخاص بيها، زي فيسبوك غيرت اسمها بقى ميتا وكذا. لذلك احنا نتكلم عن بعض المصطلحات الجديدة، هي جديدة وقديمة في نفس الوقت. يعني الواقع الافتراضي أصبح ليس يعني التكنولوجيا الرهيبة، أصبح خلاص كل طفل معاه الآن نظارات واقع افتراضي، عنده واقع افتراضي هي محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للعالم، أو واقع بديل يستخدم بشكل أساسي في أفلام ثلاثية الأبعاد وألعاب الفيديو وهكذا. أصبح الآن لا تقتصر تطبيقات الواقع الافتراضي على مجال الترفيه والألعاب فقط، بل تستخدم أيضا في مجال التعليم والطب. فمثلا يقوم الجراحون بتخطيط عملياتهم والتدرب عليها، كذلك في المجال العسكري، في مجال الهندسي، في أكثر من المجالات. أما الواقع المعزز يعني طبعا إدخال عناصر افتراضية للمشهد الحقيقي الذي نراه أمامنا، وبالتالي فإننا سنحصل على واقع جديد مؤلف من مكونات فيزيائية حسية. يعني إيه واقع معزز؟ اللي هو أوجمانتد رياليتي، أنا بستخدم الجوال مع واقع وأبدأ أعزز المعلومة، مثلا حتى لو على كتاب، يعني زي الموجود في كتب كتير حاليا، إن أنا لما أضع الجوال على الكتاب يعزز لي المعلومات اللي بيه. طبعا ده نوع متقدم من صناعة المحتوى، زي أصنع محتوى بواقع افتراضي أو واقع معزز أو واقع هجين. يعني عندنا أيضا مصطلح اسمه واقع الهجين. اللي هو خلق واقع جديد عن طريق دمج بيئة واقعية ببيئة افتراضية تسمح بخلط أجسام حقيقية بأجسام منتجة إلكترونيا، كما تسمح للمستخدم أن يتعامل مع كل الأجسام بنوعيها بشكل طبيعي. طبعا عندنا مصطلح الـ AI، الذكاء الاصطناعي، اللي بيشير مصطلحات الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة والأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام التي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. ويتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال، زي الروبوتات والمواقع المعمول بشكل برمجي زي ما استعرضنا في بداية المحاضرة، تفكير فائق، تحليل بيانات، كل ده
صناعة محتوى بالذكاء الاصطناعي، ده إن شاء الله الجديد، ده اللي المفروض تفكر فيه فيما بعد، إزاي أسهل على المجتمع أوصل فكرتي بالذكاء الاصطناعي. يعني إزاي مثلا أعمل بوت بدل ما أنا أجاوب على الناس، ودي فكرة طبعا ناشئة في كل المجالات الفكرية الدعوية الثقافية، إن أنا إزاي أعمل بوت آلي بيرد على أكثر الأسئلة في مثلا في المجال اللي أنا بتكلم، مجال تربوي، مجال ديني، مجال ثقافي، مجال سياسي، أعمل زي مكتبة من البوت الآلي، أي حد يقدر يخش ويتكلم مع البوت ويبدأ يرد عليه آليا ويجاوب له على كافة الاستفسارات، ولو في حالة إنه سأل على أشياء غير متواجدة، إزاي أقدر بقى أحيله على شخص حقيقي لاستكمال الحوار. طبعا عندنا مجال اسمه انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، طبعا هذه ثقافه فقط تقنيا، لازم تكون عندك انت كصانع محتوى، ان الامر الان خرج من نطاق اللابتوب والكمبيوتر والراوتر والموبايل وكذا، الى اصبح ادخال الانترنت في كل شيء، حتى تخطى مساله الروبوتس، تخطى يعني وصلنا لمرحله متقدمه جدا، مساله اللينسز السمارت الآن بدأت شركة سوني تعالجها بالفعل، إن أنا يكون عندي لينسز أقدر أصنع بيها فيديو أو أسجل بيها أو أشاهد بيها مسائل، حتى الأجهزة المنزلية بقت سمارت، طبعا بخلاف الشاشات والكلام ده قدم، عندنا دلوقتي تلاجة سمارت، عندنا بوتاجاز سمارت. طب تلاجة سمارت إزاي؟ ودي أنا شفتها، يعني إزاي تلاجة سمارت؟ لا، التلاجة بتوصل بالإنترنت وبتحط احتياجاتك أو بتخزن احتياجاتك الشهرية، ويبدأ الثلاجة هي تدي إشارة للسوبر ماركت إنه يجيب لها تخزنها بالطلبات، أو يجيب لك عندي مثلا نقص في كذا، إنذار إن أنا مثلا مخزون البيض ومخزون العيش مخزون كذا الخبز. يعني أصبح الذكاء الاصطناعي داخل في الأجهزة المنزلية اللي إحنا بنستخدمها بشكل ده. طبعا دي اللينس اللي كنت بكلمك عليها، ان دي فعلا شركه سوني فانا بدات تطورها بشكل كبير، يعني انا اقدر اسجل واستعرض واعمل كل حاجه بلينسز. يعني طبعا تقنيه الهولوجرام والميتافيرس و الميتافيرس اللي هو الواقع الاني او ما وراء الطبيعه وما وراء الحقيقه، كل الامور دي هتكون تحديات لينا فعلا في مواجهة صناعة المحتوى بشكل تطور سريع جدا جدا في خلال 10 سنين القادمين إن شاء الله، إن لم يحدث أي حروب عالمية أو إعادة الزمن إلى الوراء أو ما قبل التكنولوجيا أو عصر ما قبل التكنولوجيا، هنكون قصاد طفرة كبيرة جدا جدا جدا، وتحديات تربوية، تحديات علمية، تحديات ثقافية، تحديات دينية، حتى هيبدأ ينشأ فتاوى جديدة في مسألة الفتاوى جديدة في استخدام التكنولوجيا. طب أنا ابني قاعد مش عارف بيعمل إيه، طب أنا أحكام فقهية كتير في مسائل الاختلاط والخلوة، في مسائل الزواج والطلاق، أمور كتير جدا ننتظرها في خلال السنين الجاية الله أعلم بيها، هنشوفها. وده كان ما عندي من موضوع صناعة المحتوى والمحتوى الرقمي، اتكلمنا عن المحتوى النصي والمحتوى المرئي والمحتوى الصوتي والمحتوى التفاعلي، ثم أخذنا جولة عن محتوى أو مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. دمتم في رعاية الله وأمني، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن الاستماع، و يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم أستاذنا، الله يجزيكم خير. إياكم يا حبيبي، جزاكم الله خيرا. طبعا في نهاية هذه المحاضرة القيمة لا يسعنا إلا أن نشكركم أستاذنا أستاذ عبد الله على ما قدمتموه وما أثريتم هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تعالى السداد والرشاد في القول والعمل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بمحاضرات وندوات أخرى بإذن الله.
سبحانك جزاكم اللهم خير. وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.